مرحبا، كل شخص يعرف مصلحته. هل هذا فعلا حقيقي أم أننا نفعل أمورا تؤخرنا دون أن نلقي لها بالا، أو أننا نحن هم السبب في الإحباط الذي نحن فيه؟ تعالوا معي لنرى ذلك. سنفسرها في بعض النقاط. أولا، أنت لا تملك خطة، والخطة الواضحة هي ما تبدأ به. ثانيا، ليس لك روتين معين. أما ثالثا، فالتسويف هو أخطر شيء يمكن أن يحدث. رابعا والأهم، أنك ترى نفسك ضحية، أنك تلوم كل شخص وأي شيء والمجتمع وكل شيء حولك إلا نفسك. خامسا، السعي وراء الكمال. أما سادسا، أن تجعل الفشل في شيء يؤثر في كل حياتك. سابعا، الاهتمام بصحتك. أنت لا تهتم بما تضعه في معدتك، سوف يؤثر في مظهرك الخارجي وطريقة تفكيرك. وهذه نصيحة الأهم، وهي أحط نفسك بالأشخاص الإيجابيين واحذف كل شخص سلبي من حياتك. المحبطين والمحبطين الذين سيقولون أن هذا مجرد كلام وأن الواقع شيء آخر، كأنك مفصول عن واقعهم.